زميلنا شريف شعبان من ارض الملعب، اتفضل يا شريف. تحيه مجدده كابتن اسامه ولضيوفك الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد وعاشق الشباك الكابتن احمد بلال. يمكن اقول لك تشكيل الزمالك، يمكن الزمالك بيسخن في ارض الملعب والاهلي طبعا من خلفي بيسخن في ارض الملعب. يمكن تشكيل الزمالك هيبدا النهارده بحارس محمد فتحي انديل، امامه اثنين سردباكين ياسر السيد ويوسف محمود، على اليمين حسام حسن وعلى الشمال احمد زكي، اثنين ديفندرين يحيى فاضل ويوسف مرعي، الثلاثي في الامام يوسف علي وعلاء يحيى وحسين فيصل، وفي خط الهجوم هاني رشدي طبعا بيقود الفريق فنيا الكابتن عمرو فهيم. يمكن معي في هذه اللحظات طبعا المدير الفني الكوف الكابتن طبعا عمرو انور، مدير الفني الكبير، مدرب الكبير، مدير الفني للنادي الاهلي، مواليد 99. يمكن كابتن عمرو بنقول لك كل سنة طيب وعم سعيد لحضرتك. ازي حضرتك يا كابتن؟ تحياتي الكابتن اسامه حسني والكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن احمد بلال لحضرتك. اهلا بيك، وبرحب بالكابتن اسامه والكابتن ابراهيم والكابتن احمد بلال وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. تبقى القمه هي حتى لو الاهلي في الاول والزمالك في المركز الخامس، ولكن تبقى مباراه القمه لها مذاق خاص، لها مذاق عند العشاق كل متابعي كره القدم. شايف هذه المواجهه ازاي في ارض الملعب، وخصوصا ان الدور الاولاني قدرتوا تفوزوا في عقل دار الزمالك بثلاث اهداف مقابل لا شيء؟ زي ما انت قلت يعني هي مباراه قمه في الاول وفي الاخر، مالهاش علاقه بالترتيب. كل فريق بيسعى ان هو يعني يقدم افضل ما عنده، كل فريق بيسعى ان ياخد ثلاث نقط. احنا يعني ثلاث نقط النهارده مهمين جدا بالنسبه لنا، يحافظوا لنا على الصداره بتاعتنا ويحافظوا على الفوارق اللي ما بيننا وما بين المنافسين. انا شايف ان كل مباراه ليها ظروفها، يعني بغض النظر عن النتيجه بتاعت المباراه بتاعت الدور الاول، لا انا شايف المباراه النهارده هتبقى مختلفه، هتبقى اقوى. في لعيبه من عندنا احنا كتير، في غيابات، في لعيبه من نادي الزمالك ما كانوش بيلعبوا المباراه بتاعت الدور الاول بيلعبوا النهارده، فانا شايف المباراه النهارده اعتقد يعني من وجهه نظري هتبقى اقوى من المباراه بتاعت الدور الاول. يعني في ساعة المباريات النادي الاهلي بيعد جيل عشان يبقى قادر على ضغط المباريات في يطلع الفريق الاول طبعا جماهيريا، واذاعه المباراه والسبوت اللي بيبقى على اذاعه المباراه اللعيبه ما بيطلع بيحس برهبه. اما من زيعه مباراه في قطاع الناشئين او في مباراه الشباب، اللاعب بيتعود على هذه الاجواء، فما بيطلع الفريق الاول خلاص بيبقى دي اجواء بالنسبه له عاديه جدا، فبيقدر يؤدي وبيقدر يتالق مع الفريق الاول. شايف ان اذاعه المباراه فعلا مفيده في هذا التوقيت؟ انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، شايف اللعيبه لازم تتعود على كده، زي ما هي برضو يعني زي ما احنا بنحاول ان احنا نعود اللعيبه على اللعب تحت ضغط الجمهور، لازم برضو يتعودوا على ان هم متشافين. الجمهور بتاع النادي الاهلي يقدر يعرف اللعيبه الصغيرين اللي طالعين، اللعيبه الواعده اللي هي ممكن تفيد الفريق الاول. انا شايف ان دي فرصه كويسه يعني لاظهار المواهب اللي موجوده عندنا في القطاع، وان شاء الله باذن الله النهارده الولاد يكون عنده حسن الظن ويقدروا يقدموا شيء جيد وشيء كويس ان شاء الله. قبل ما ينزلوا ارض الملعب هتقول لهم ايه؟ لا انا قلت خلاص، مش لسه. قلت ايه في المحاضره؟ ابرز حاجه قلتها النهارده في المحاضره؟ مفيش حاجه. انا دايما بركز، احنا يعني الحمد لله احنا مركزين في شغلنا في الملعب. المحاضره دي بتبقى حاجات بسيطه، مجرد ان انت بتقول التشكيل، بتقول المواقف الثابته اللي ليك واللي عليك، ما فيهاش حاجه. انا بس كل اللي انا بطلبه من اللعيبه بتاعتي النهارده اللعب بثقه زي اي مباراه. يعني انا حتى كل اللي قلته في المحاضره قلت هي مباراه بثلاث نقط، احنا اذا النهارده ربنا كرمنا وكسبنا هناخد ثلاث نقط، مش هناخد لا ست نقط ولا تسع نقط ولا حاجه. هي بالنسبه لنا مباراه في المشوار بتاعنا، اهميتها ان هي مباراه جماهيريه مش اكتر من كده. انما احنا اذا يعني ركزنا ولعبنا لعبنا اللي احنا لعبناه في المباريات اللي فاتت، اعتقد ان احنا ان شاء الله هنعمل مباراه جيده وهنظهر بشكل كويس، وربنا ييسر الامور ان شاء الله ويبقوا الثلاث نقط بتوعنا النهارده ان شاء الله. بقول ابارك لك باذن الله بعد اللقاء باذن الله، ويكون الاداء النهارده كويس باذن الله ان شاء الله. شكرا، شاكرين، شكرا كابتن اسامه. ده كان لقاءنا مع مدير الفني طبعا الكبير الكابتن عمرو انور، ورب باذن الله يكون وشنا حلو عليه النهارده والاهلي يفوز على الغريم التقليدي طبعا فريق الزمالك ويحصد ثلاث نقاط جديده. عوده ليك من جديد كابتن اسامه. شكرا لزميلنا المتالق دائما شريف.